كثيرون يشتكون أنه مع قرب الديدلاين يشعرون وكأنهم شايلين جبل على أكتافهم، والبعض يشعر بالاضطراب في النوم وضيق في التنفس وإحساس بالدوخة. هذه الأحاسيس حقيقية لأن أجسامنا مبرمجة في حال شعورنا بالخطر على إفراز مواد لتنشيطنا لكي نبتعد عن ذلك الخطر. مثلاً ماذا لو صادفت أسد في الغابة؟ جسمك بيضخ مواد كيميائية مثل الأدرينالين والكورتيسول علشان تهرب منه. وكذلك لما نشعر بضغط عصبي ناتج عن تخوفنا من التأخير، فجسمنا يمتلئ بتلك المواد الكيميائية اللي نزيدها بشرب القهوة ومشروبات الطاقة. اللي بالمناسبة ما تخلينا أكثر ذكاءً أو كفاءة لإنجاز العمل، بل إن بعض العلماء يعتقدون أنها تجعلنا أقل إتقاناً في العمل.